المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. Ni abaratun gafarua amniriu karazana baratun gatuna tifnun Islam biji genzaba chansuinoe iman na nifinu. Arkan al-iman sita. Ni futuja izai zuhori zan iman zan demis en. Man yadkur li arkan al-iman sita. Iza apaka mangambara ni futuja en izai zuhori zan iman zan iza apaka mangambara zan. Naam. Man yadkur li arkan al-iman sita. Fana barat sikatiu. Wanzimata di. نعم. اسمك يا شكرا يا مدينة. الله المستعان. ها. الدكتور شكرا. ها يا شيخ. نعم. الأول. أن تؤمن بالله. زي زانية ولوان زي. نشين ولواني الله. لابد أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. سمعت سكمين ونسوب والله سبحانه وتعالى. نفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. ما نكر أن الله سكمن يركر عن توحيدنا الكثير. لا ننفي وجود الله. سميلا من شيء بقى سكمن في شيء الله. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان. زي اللي عندي زي اللي عندي إنسان قال الإيمان فلوت فقط على سكمن زوجته زي. الركن الثاني. يدري أن شفاره. الإيمان بالملائكة. ليش نوسك دري ونزيل. نؤمن بالملائكة عليهم السلام. أتشكر بالمين من الرواجيل زي تشيت أتشكر معهم زي كارزان زي الثالث الإيمان بجميع الكتب المنزلة من السماء. أرفادير نشين وتشكر دريم بوك زي كارزان بوك معه ولكن الله سبحانه وتعالى تيتم بنتان. الرابع الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نفايف تجفين وتشيك فاتك يسكن ركراز بمنام لكن الله سبحانه وتعالى تجني الله. الخامس أن نؤمن باليوم الآخر أننا بعد الموت سوف نبعث ونحاسب. أرفع ديم ديال فاتك يسكن في وتشيك نعم فارم. فوين أتشيك زن أو ينزوفين أتشيك زن. Dia mula canggih Allah Subhanahu Wa Taala yang terfakihkan dan arahku cerai Allah sekalian. Zaman si mesti mulai muncikah si, zaman futu si izuani iman. Nauman bikkul ma yakum بعد الموت. Sekarang zaman minu nazar jahiz, zaman canggih awalnya terfakihkan. Asadis nauman bqada Allah Subhanahu Wa Taala wa qadar. Zaman nifain nafaran dia terfakihkan. Sekarang fi muncikah anda riu lahir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nama.